السلام عليكم، هذه منصة بلازما. منصة حق تسجيل فحوصات PCR COVID-19. طريقة تسجيل العميل، ضغط على New Patient، دخل بيانات هنا. طبعا البيانات لازم تكون بالانجليزي، نفس الجواز، مطابقة للجواز بالضبط، جنسية، رقم الهوية، لازم يكون رقم الهوية عنده إذا سعودي، ولازم تتأكد منه إذا يكتبه إنه يكون مطابق، وإذا كان أجنبي لازم تسجل رقم الإقامة، وإذا ما عنده إقامة رقم الحدود. البيانات هذه ضرورية لازم يتأكد منها. هنا رقم الجواز لازم يدخلها إذا كان محتاج التحليل حق سفر، أما إذا تشخيص مو ضروري. تاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنة بالإنجليزي طبعا. رقم الجوال ما يقبل إلا رقم سعودي، لازم يتسجل بدون الصفر في البداية. أي شخص عنده رقم غير سعودي ما يقبل، ما توصل للنتيجة. وكذلك رقم الهوية لازم يكون رقم سعودي، يعني ما يجي واحد مثلا إماراتي ولا كويتي ويسجل رقم الهوية حقته، ما يقبل. لازم يكون إما عنده إقامة أو رقم حدود، هذا إذا كان أجنبي. هنا سبب الفحص، إما تشخيص أو للسفر أو للحجر المؤسسي أو المنزلي. وهنا ذكر أو أنثى، بعدين تسوي حفظ للبيانات. طبعا هي ما بيحفظها لأن أنا مو حاط بيانات حقيقية. بعد ما تحفظها تسوي آد تست، تختار نوع التحليل اللي يبغاه، تحليل أبو 24 ساعة أو ساعتين. تسوي آد تست، بعدين تسوي إضافة، بيطلع لك هني ها الشخص إذا سويت له إضافة آد بيشنت بيضيفه هني، بعدين تسوي كونتينيو ودفع. بعد ما يصير الدفع بيصير الحجز عندك موجود هنا في ريزرفيشنز، راح يطلع لك مثلا على سبيل المثال هذا الشخص حاجز، يطلع عندي هنا هذا لأنه أجنبي. أسوي باي سامبل، تأكد أول شي من بياناته، هذا اسم نفس الجواز، رقم الجوال، الهوية أو الإقامة أو الحدود، جنسيته، رقم جوازه. بعدين أسوي طريقة الدفع، وش يبغى يدفع، كاش أو بطاقة، وأسددها. مثلا هذا يبغى بطاقة على سبيل المثال، وأسوي باي. بعد ما أخلص أطبع الكود وأطبع الفاتورة.